نشرة أخبار الساعة 8 من العراقية الرياضية، أهلا بكم إلى أبرز العناوين. المنتخب الوطني ينهي تدريباته في طشقند تحضيرا لودية أوزبكستان يوم غد الاثنين. لجنة المسابقات توجه إنذارا نهائيا لعدد من الأندية بسبب عدم التزامها بقرارات خلية الأزمة. إدارة النفط تقدم مدرب فريقها الكروي باسم قاسم لوسائل الإعلام. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أنهى المنتخب الوطني بكرة القدم تدريباته على ملعب لوكوموتيف العاصمة الأوزبكية طشقند استعدادا لمواجهة المنتخب الأوزبكي يوم غد الاثنين. سلام عليكم من بغداد المحبة والوئام، وأنتم تحلون ضيفا على طشقند. قلوبنا معكم وإن طالت المسافات، فبكم تنبض دعواتنا لكم، لا تتوقفوا أبدا. فالنصر حليفكم أيها الأشاوس، وهو عنوانكم ومنهجكم رغم المشقات. أبناء دجلة والفرات، أسود في المناظرات، لا تهزهم رياح عاتية. فامضوا وتبختروا واستعدوا على الملاعب الأوزبكية. انهينا الوحدة الثالثة التدريبية، أكيد تركيز عالي من قبل اللاعبين، تمارين حلوة بأجواء جميلة في أوزبكستان. تنتظرنا مباراة مهمة مع المنتخب الأوزبكي، المنتخب الأوزبكي من المنتخبات الجيدة في آسيا. علينا احنا كلاعبين أن نظهر بالمستوى اللي يليق بينا والمعروف علينا كمنتخب عراق. نتمنى نستفاد منها من هيك مباراة، أمامنا تصفيات مهمة. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يوفقنا ويوفق اللاعبين كادر تدريبي. مهمة مونديالية تنتظركم وأنتم أهلا لها، فالحلم الذي طال انتظاره أصبح مبتغى الجميع، وها هو قاب قوسين أو أدنى، فاعتلاءكم المجموعة قرب البعيد. الحفاظ عليه مسؤوليتكم، وما هو إلا حزيران قريب منكم، فعدوا له العدة وتألقوا، فعشمنا كبير بكم. واجهتم الأوزبكي في الإمارات وكانت النتيجة لكم. أكيد أنهينا الوحدات التدريبية اليوم الثالثة على التوالي، معسكر والأجواء جيدة جدا. إن شاء الله نحاول نستفاد من هذه المباراة، مباراة أوزبكستان. مثل ما تعرف أوزبكستان فريق مميز في قارة آسيا، فنحاول نستفاد من هذه المباراة والتحضير أكثر للأيام القادمة إن شاء الله. عيدوا الكرة واسعدوا جماهيركم التي تؤازركم رغم بعدكم، واجعلوا من هذه المباريات انطلاقا واستعدادا لما ينتظركم، فالمثابرة والعزيمة هي مفاتيح النجاح. أنور صباح، العراقية الرياضية. كشفت لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن موعد استئناف دوري الكرة الممتاز بعد توقفه بسبب فيفا داي ومغادرة المنتخب الوطني إلى أوزبكستان. وذكرت اللجنة أنها حددت يوم الأول من نيسان المقبل موعدا لانطلاق الجولة 26 بإقامة مباراتين تجمع أربيل بالنجف، وفي الثانية يستضيف الزوراء نفط البصرة، فيما ستقام أربع مباريات في اليوم التالي يستضيف فيها زاخو فريق الحدود، ويحل القوة الجوية ضيفا على فريق القاسم، ويلتقي نفط الوسط والشرطة بفريق السماوة، وتختتم الجولة يوم السبت بلقاء الكرخ ونفط ميسان، ويحل الصناعات ضيفا على الميناء، ويضيف أمانة بغداد فريق الكهرباء، ويحل الديوانية ضيفا على الطلبة. هذا وقررت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية توجيه إنذار النهائي إلى ناديي السماوة والقاسم لعدم الالتزام بالقرارات التي تم اتخاذها سابقا من قبل اللجنة بمنع دخول الجماهير إلى الملاعب. وفي حال تكرار هذه الحالة ستضطر اللجنة لنقل مباريات الفريقين خارج محافظتيهما. كما قررت اللجنة أيضا توجيه إنذار النهائي لأندية الميمونة والسكر من محافظة ميسان وأكد والناصرية من محافظة ذيقار، وذلك
لعدم التزامهم بالتعليمات وقرارات خلية الأزمة الحكومية بخصوص منع دخول الجمهور للملاعب. وفي حال تكرار الحالة سيتم نقل مباريات الفرق المشار إليها خارج محافظاتها. يواصل فريق القاسم معسكره التدريبي الذي يقام على ملعب النجف استعدادا لخوض ما تبقى من مباريات دوري الكرة الممتاز. وقال مدرب الفريق قصي منير ان المعسكر سيكون فرصة امام الملاك التدريبي من اجل التعرف على قدرات اللاعبين وامكانياتهم الفنية والبدنية في ظل توقف الدوري الممتاز، اذ سيخوض الفريق عددا من المباريات التجريبية مع اندية من الدوري الممتاز والدرجة الاولى. واضاف منير ان المواجهة المقبلة التي ستجمع فريق القاسم مع القوة الجوية في ملعب الكفل ستكون قوية ولن تحمل سوى خيار الفوز الذي لا يكون بعيد المنال عن طموح الملاك التدريبي واللاعبين. كثف فريق الحدود تدريباته على ملعب الجامعة المستنصرية في بغداد لرفع مستوى الجاهزية استعدادا لمباراته المقبلة أمام زاخو في الدوري الكروي الممتاز. سهل الاصطياد في الدوري، لكن في الكأس اختلف تماما. أخرج النفطيين بل أجبرهم على تغيير فكرهم التدريبي من يحيى علوان إلى باسم قاسم. الحدود رفع المعنويات قبل استئناف مباريات الدوري من بوابة الكأس. كل مدرب له اسلوبه ولا فلسفته الخاصة، يعني بدينا نوضح اسلوبنا للاعبين. نحتاج كنا الوقت، بدأوا اللاعبين يهضمون فلسفتنا ويهضمون اسلوبنا بالملعب. المركز قبل الأخير لا يبشر بالخير، يزيد من الأوجاع إذا لم يتم استعادة الانتصارات في المباريات المقبلة من الدوري من أجل تحسين الموقع. احنا كنا محتاجين فوز مباراة الكأس، هي يعني مباراة كانت مهمة بالنسبة لنا، بس الفوز كان أهم بالنسبة للاعبين، يعني بعطي الروح بعطي الدفعة المعنوية للمباراة الجاية أمام زاخو. احنا شايفين بالدوري احنا هون يعني الفرق كلياتها مستوياتها متقاربة، يعني ما بتحزر كل مباراة مين بيفوز مين بيخسر. مباراة زاخو مباراة فيش مباراة سهلة على أي فريق، مباراة صعبة، وإن شاء الله الجهاز الفني إنه راح نقدر نحضر لها من اليوم ونبلش التحضير من اليوم لمباراة زاخو. استعداداتنا جيدة لمباراة زاخو، لعبنا مباراة الكأس، حققنا 3 نقاط، طبعا هاي المباراة والفوز اعطانا دافع معنوي. ان شاء الله هاي المباراة زاخو استعداداتنا جاية، تعرف هاي المباراة الكاس اللي مغلبنا بها الفريق كان محتاج فوز، الحمد لله والشكر وتوفقنا بها. ان شاء الله مباراة زاخو نتوفق بها وناخذ 3 نقاط. الحدود سيتجه الى اقصى حدود البلاد، زاخو بالانتظار في مباراة استعادة التوازن بل اعادة روح الفريق والابتعاد عن مراكز الهبوط. احمد ياسين، العراقية الرياضية. قدمت الهيئة الإدارية لنادي النفط المدرب الجديد لفريقها الكروي باسم قاسم لوسائل الإعلام. وكانت إدارة النفط قد أعلنت في وقت سابق تعيين قاسم مدربا جديدا خلفا للمقال يحيى علوان على خلفية توديع الفريق لبطولة الكأس من دور 16 على يد الحدود. يذكر أن فريق النفط يحتل المركز السادس حاليا في جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 35 نقطة. بداية أننا وجه التحية والتقدير لأخي وزميلي اللي سبقني في المهمة التدريبية لنادي النفط الدكتور الكابتن يحيى علوان، وما أوصل النفط إليه. وحقيقة يعني الآن أجد يعني مجموعة جيدة من اللاعبين، لأن أنا سبق ولي عملت مع نادي النفط قبل 2 سنين، ولربما سلمتهم في مركز متأخر أكثر من هذا المركز، وقدرنا أن نصل بهم بعد نهاية الموسم إلى المربع الذهبي. اليوم طموحنا وطموح الإدارة يعني أعتقد بنفس هذا الاتجاه ان شاء الله، يعني ما تبقى من المباراه 13 مباراه، يعني علينا ان نلعب كل مباراه بنفس البطوله، وعلينا يعني حقيقه الامور يمكن الان الفريق يعني بعض الامور النفسيه يعني اكثر من ما هي فنيه وبدنيه، على الاقل تقدير المباريات الاولى اللي راح نواجهها، ونحاول ناسس تحقيق نتيجه ايجابيه، ومن بعدها يمكن لربما اكو فتره توقف اعتقد ممكن من خلالها يعني نقدر نضيف بعض الشيء للفريق. احنا نقول شكر وتقدير الكابتن القدير الدكتور يحيى علوان ما قدمه لنادي النفط، وقدمنا له شكر وتقدير احنا وكل مستحقات الماليه توصل له، يعني نقول له يعني ان شاء الله هيك حال كره القدم. اليوم كره القدم نتائج، اليوم يعني انت يعني قد تشتغل بس انت كمدرب محاسب بالنتائج. نقول لحد يعني المركز السادس، بس دائما طموح الإدارة دائما بالمربع
هذا تعلمنا عليه خلال 6 سنوات. يعني هذه استراتيجية النادي دائما طموحنا دائما هذا المربع، واحنا حتى خروجنا من الكأس كان مؤثر علينا، كل هذا نقول الحمد لله وشكر. انا اقول استراتيجية نادي النفط دائما تعمل، دائما عدا حافز وعدا تحدي وعدا اصرار دائما على المربع. صح هذا الموسم عانينا الكثير من ناحية مالية، من لاعبين مصابين، خروج محمد داوود، هاي كلها اثرت علينا، كل هذا نقول الحمد لله وشكر. كابتن باسم قاسم غني عن التعريف، واحد من الاسماء اللامعه على مستوى التدريب، واحنا اختارينا لهذه الاسماء لان احنا ما زالت طموحاتنا واقعيه وطموحات كبيره، احنا ما زلنا نريد نوصل للمربع الذهبي، من غادر هذا المربع اللي منذ 6 مواسم احنا متواجدين به، لان هذه صوره ذهنيه حققناها وتركناها باذهان الجمهور بعد نتيجه عمل غير طبيعي. حتى احنا قل الفرق استبدال المدربين، احنا من 6 مواسم يمكن 4 مرات غيرنا المدربين، وهذا رقم قياسي في تاريخ الى اخبار تصفيات دوري الدرجة الاولى المؤهل للدوري الممتاز بكرة القدم، فقد تعادل فريق بابل والحر بهدف لكل منهما. ضمن تصفيات دوري الدرجة الاولى المؤهل للدوري الممتاز بكرة القدم، التقى فريق نادي بابل الرياضي امام خصمه نادي الحر الكربلائي وعلى ارض ملعب الكفل في بابل. الشوط الاول امتاز بالندية العالية بين الفريقين، لكن ضيع بعض الفرص اذهب بالاهداف. يعني الشوط الاول بصراحه اهدرنا فرص عديده في بدايه بالدقائق العشر الاولى، اهدرنا اكثر من 4 فرص، وبعدها اصبح الاداء يعني سجال هجمه بهجمه، والمباراه يعني بها نديه عاليه، وان شاء الله بالشوط الثاني نحسن من ادائنا ونحقق النقاط الثلاثه. اشتغلنا الشوط الاول تكتيك، واغلب اللاعبين طبقوا التكتيك اللي نريده، ان شاء الله الشوط الثاني عندنا تكتيك ثاني، ان شاء الله ناخذ نقاط المباراه ان شاء الله. أما الشوط الثاني فقد جاء بأول الأهداف لنادي الحر من خطأ دفاعي سمح للكرة بالدخول لهدفها، وعلى أثرها أصر نادي بابل بالأخذ بالثأر ليأتي هدف التعادل من ركلة جزاء. الفرص ضيعنا هواي الملعب، يعني احنا كنا ما عادين، يعني صدفة قالوا مباراتكم بعد أسبوع، يعني فرق يعني بس النفس مالتنا. مباراة جيدة الحمد لله والشكر، ما توفقنا اليوم، أخذنا نقطة مباراة إن شاء الله المباراة الجاية نعوض. المباراة كانت مباراة حماسية، نادي الحر كان فريق اشبه بالقوي، لان احنا اضعنا الشوط الاول 3 هجمات اهداف محققه، فقبلنا احنا الجول اللي جاء علينا وبعدين جبنا التعادل، والحمد لله والشكر والتوفيق من رب العالمين يا رب. ان الفريق انظلمنا، طلع يعني هسه وصلنا موقف صعب من وراء صافره حكم، انا الفريق تعبان عليه وعاده وجهد، وبذلنا يعني اذا اقول لك المصاعب اللي واجهناها ما تتخيلها، نجي بصافره حكم يضيع كل التعب هذا. انا يعني ادعو الاتحاد وادعو التطبيعيه انه تهتم بهاي المنافسات وهذا الدوري. التعادل بهدف واحد لكلا الفريقين جاء نتيجه التكتيك ورسم الخطط التدريبيه وتنفيذ اللاعبين. من بابل علاء الجراح، الرياضيه العراقيه. أعلن رئيس نادي الناصرية إحسان الزيرجاوي وصول 4 لاعبين محترفين إلى المحافظة لتمثيل فريق الكرة المشارك في تصفيات المنطقة الجنوبية المؤهلة للدوري الممتاز ولأول مرة في تاريخ النادي. وقال الزيرجاوي إن مشرف فريق الكرة صاحب شريف ومسؤول العلاقات بالنادي استقبلا اللاعبين إيكيبي وإيدي وأولوكو وإيديفي القادمين من نيجيريا، مؤكدا أن اللاعبين 4 حظوا بموافقة المدرب علي وهيب وبحسب الحاجة الفنية لتدعيم صفوف الفريق في مراكز الدفاع والوسط والهجوم. كرمت وزارة الاتصالات لاعبي فريق كرة القدم بالنادي دعما منها لهم لتحقيق نتائج طيبة في دوري الدرجة الأولى. المزيد مع أرشد العطار. التكاتف والدعم ميزتين يمتلكهما فريق الاتصالات الطامح للتأهل للدوري الممتاز معتكزا على توحد رؤية الوزارة الراعية له مع إدارة النادي، أمر تجلى في حفل تكريم اللاعبين الذي أعده أصحاب القرار في الاتصالات مسؤولية إضافية من أجل النجاح. احنا طبعا في نادي الاتصالات وفي الهيئة الإدارية هي تبنينا قضية التصدي لقيادة النادي ونعتبره مسؤولية مؤسساتية حكومية رياضية وبكل أصناف المسؤولية تصدينا إلى إن شاء الله، وجاي نحاول نبذل كل ما نستطيع بجهود اللاعبين والكوادر التدريبية والهيئة الإدارية حتى نحقق شيء وإنجاز لنادي الاتصالات ولفريق كرة القدم
في مجال التنافس على الصعود للدوري الممتاز. طبعا بدعوه من معالي السيد وزير الاتصالات المحترم، دعا الهيئه الاداريه ودعا فريق كره القدم بالخصوص، والحمد لله كان الوزير داعم الى فريق كره القدم وللصعود الى الدوري الممتاز. التاهل للدوري الممتاز بكره القدم لم يعد طموحا لنادي الاتصالات، بل أصبح عهدا يريدون الوفاء به، سيما وأنهم يملكون روح العائلة الواحدة. بالبداية احنا نشكر السيد الوزير على هذا التكريم، ونشكر الهيئة الإدارية بأجمعها، واعتقد انه احنا كلاعبين وصلنا مرحلة انه سابقا ما وصلنا هيك مرحلة، وان شاء الله عندنا طموح، هذه يعني طموح كلش عالي انه نصعد الى الدور الممتاز ونخطف البطاقة. انه نعاهد السيد معالي وزير الاتصالات انه ان شاء الله نكون عندنا حسن ظنه، وان شاء الله الفريق انه يحقق نتائج طيبه، ونعاهدهم بالصعود الى دور النخبه ان شاء الله. دعم المؤسسات المستمر لانديتها طوق نجاه لا يخذل طموح تلك الانديه، امر نتمناه للجميع من اجل مستقبل رياضي افضل. ارشد العطار، العراقيه الرياضيه. حقق فريق النفط فوزا على نفط الشمال ب 99 نقطة مقابل 66 في المرحلة الثانية من دوري السلة الممتاز. تفاصيل أوفى مع حسام كريم. ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة، التقى الضيف نادي النفط بالمضيف صاحب الأرض والجمهور نادي نفط الشمال. القائمون على الفريق المضيف أكدوا على أن هذه المنافسات مهمة لبناء فريق للمستقبل، أما الضيوف فقد بيّنوا على أهمية المباراة وضرورة الفوز بنتيجة كبيرة. مباراتنا اليوم مع نادي نفط بغداد هي مباراة نتهيئ من خلالها إلى مباراة العظمية. تعرف أن نادي نفط بغداد هو بطل دوري لأكثر من موسمين ثلاثة، لكن احنا فريقنا اليوم اللي راح نعتمد عليه هو تشكيلة شبابية. احنا من المرحلة الاولى، يعني انا قلت والادارة قالت في اكثر من مناسبة ان الفريق يهيئ لمواسم لاحقة قادمة. فريقنا مستعد فنيا وبدنيا، اعتقد ان شاء الله واجزم انه اليوم الفريق كله راح يلعب، فريق يعني فريق نادي النفط كل اللاعبين، لانه الكابتن خالد وتوجيهاته انه حتى الصغير اللي بيهم واصغر لاعب بالفريق وجهه انه راح يكون اليوم ضمن اللاعبين اللي راح يلعبون الفترات طويلة، يكون اكو بيها فرق بالنقاط هاي المباراة، لانه تعرف احنا فريقنا برذم واحد دا يمشي، مهما كان هو فريق نادي نفط الشمال هو فريق شاب، لكن احنا نأمل انه تكون فارق من النقاط كبيرة. الربع الاول والثاني شهدا تفوق نادي النفط على نفط الشمال، على امل ان يحمل الربعان المتبقيان المفاجآت ومحاولات لصاحب الارض بقلب النتيجة. نادي النفط انت تعرف هو المتصدر الدوري حاليا للمرحله الاولى، واحنا فريقنا فريق شباب قدر يوقفون قدامهم. الربع الاول والربع الثاني صحيح تحققوا فارق 6 نقاط، بس ما شاء الله احنا فريقنا يعني انت مثل ما شفت يعني فريق قوي قدر يوقف قدام الفريق النفط. والله ان شاء الله الربع الثاني والثالث الثالث والرابع ان شاء الله بحيل الشباب راح يتطورون، وانت تعرف مثل ما تعرف اللاعب انت نادي النفط بغداد كلهم لاعبين محترفين، تقريبا 4 لواعيب لاعبين منتخب، واحنا لواعبنا انت مثل ما شفت شباب. اللاعبون اكدوا على ندية الفريقين والمهارات الكبيرة لدى اللاعبين، وما اثر بشكل كبير على الاداء فترة الاعداد القليلة قبل انطلاق المرحلة الثانية. فريق نفط الشمال فريق طاقة شبابية، فريق تفوق باول فترتين بالثري بوينت شوت، خلى يعني ثري بوينت بنسبة كلش عالية، وهذا ما خلى السكور كلش قارب. ومثل ما تعرف احنا صار حوالي يعني شهر ونص او شهرين من اخر مباراة ضد البحرين احنا ما لاعبين اي مباراة رسمية، فشوية يعني التيمبو مال اللعب سرعة اللعب شوية ما داخلين بجو المباريات، حاولنا شوتنا يعني شوية، ومثل ما تشوف الارضية كلش يعني كلش مخيف، يعني ما يعني شوية صعبة على اللاعب انه يروح 100% بيها. فريق نادي النفط تعرف فريق بطل دوري، وهاي السنة الرابعة التوالي هو طبعا هسه هو لحد الان هو مصدر الدوري، ولا تنسى احنا اعدادنا صار يومين، يعني احنا كنا بالبيت ما متمرنين بسبب حظر التجوال وبسبب هاي، وهم فريق كامل بصراحة، واحنا فريق عناصر شابة، وان شاء الله نطمح احنا بالمستقبل ان شاء الله نحقق الفوز. الضيف نادي النفط يعمق جراحات المضيف نادي نفط الشمال، ويتغلب عليه ب 99 نقطة مقابل 66. العراقية الرياضية حسام كريم، كركوك.
أعلن الاتحاد العراقي للدراجات يوم الأحد عن استضافة محافظة الديوانية للمرحلة الأولى لبطولة أندية العراق للمتقدمين والشباب والناشئين في السادس من شهر نيسان المقبل. وقال رئيس اتحاد الدراجات محمود عزيز في حديث خاص به العراقية الرياضية أن البطولة كانت مقررة أن تقام في العاصمة بغداد بالمواد ذاته، لكن الاتحاد الفرعي اعتذر عن استضافة المرحلة الأولى من الدوري. وأضاف بعد التشاور مع لجنة المسابقات وأعضاء الاتحاد وقع الاختيار على محافظة الديوانية لتكون مسرحا لمنافسات المرحلة الأولى وبنفس الموعد المقرر مطلع نيسان المقبل. مشاهدينا الكرام، نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها.